على شاشة طلعت فيك اليوم رح نشوف ميشيل عم بكنس الطريق، عم بفتش على الدومرة، عم بيستفهم عن العطعوت، ربحان جائزة تومبولا ومن دكانة لدكانة مصر يشتري فيها. شو قديه هيدا؟ تتقلق، أنا مهبول خلقة، أنا مهبول خلقة. هيدا شو؟ سي فانتاستيك، من دجاجة ولا ديك، هاي بتفنجي وضرب بحنكي، طلعت فيك وطلعت فيك، اخ يا حرام وطلعت فيك. فريق طلعت فيك تجمع بالقرب من بكفية، والهدف الأول نغير له شكله لميشيل يلي صار أشقر. بدك تروق علينا، مفكر حالك موديل أما شو؟ من بعد البوزيت والحركات خبرنا شو مشاريعك اليوم. أنا فانسون، طالع فانسون، وجايين عبك فيح نعمل كم فنجة وبعدين ننطلق. يلا بس يا فانسون، طالع يلا. بتشبه ميشيل عشي ما هيك؟ انطلق فانسون على بكفية، ومثل العادة على وصلته حط عينه على الأرما وقرر يغيرها. بعد بكير على الجوع، بس ميشيل حب يعمل بكفية. كفتة 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 لأنه خالص الجبنة. قبل ما يوصل على بكفية، ميشيل حب يسأل كم سؤال يتعرف من خلالهم على أبرز موارد المنطقة، فهون كانت أول مقابلة. سمعت بالخبرية تبع أنه عم يشيلوا بترول من البحر، عم يشيلوا غاز وبترول وهيك؟ بدهم يشيلوا، مش عم بيشيلوا. حضرتك مع استخراج البترول أو يتركوه بالأرض؟ لا أنا معه. ده بتفضل يستخرجوا الخل بدل البترول مثلا؟ خل منين بيجيبوا؟ من الأرض؟ إيه؟ لأنه بيزرعوا كل شيء مخللات. الله يساعدك، خل بيجيبوه من الأرض؟ إيه، الخل منين بيجيبوه ليه؟ من التوت. أنا بدي أسألك سؤال، شجرة التين لما تهر وين بتهر؟ على الأرض. إيه. الزوم تبعها وين بينزل؟ الزوم تبعها وين بينزل؟ بالأرض. بالأرض. إيه بالأرض شو بيصير؟ ليش بدك تهر تين؟ ليش بدك تهر تين ليعمل خل؟ عد على ميات وألفات وملايين السنين. طيب حضرتك مع عصير المانجا؟ لا، ما هي المانجا بيعملوا بيمصوها مص، ما هو عصير صار. طيب حضرتك مع استخراجها من بطن الأرض؟ المانجا شجر، كيف بدك تشيلها من الأرض يا ابن الإنسان؟ يا عمو شجرة وين مزروعة؟ بالأرض مزروعة. وين بتهر؟ وقتا ينزلوا يوقعوا ما حدا يقطفهم المانجا، وين بيوقعوا؟ مش على الأرض؟ لا، كيف بيطيروا؟ بيقطفون اذا وقعت على الارض بيتركوها. لا بتنتزع. طيب بتنتزع. ايه بتركوها اللي بتنتزع. شو يعني عصيره وين بينزل؟ بده يروح انهار في خزانات اقنيه جوفيه بقلب الارض، بالجوفيه يعني. ما في الطبقات الجوفيه للارض. ما في لعمه. في عنا بالضيعه شالوا هذيك اليوم 3 براميل. 3 براميل هبل شالوا، مش خل. شلون خل قدامي؟ عملنا فيلم كبيس. مع او ضد الفكره حضرتك؟ مع او ضد الفكره؟ هي فكره، معطيني فكره بلا العقل. هلا انت كنتي نونو؟ لا عادي. ايه شو بتعمل لي خل من الارض؟ طب في شي شجره زبيب هون؟ شجره زبيب؟ حدا زارع زبيب بالضيعه؟ حدا بيزرع زبيب؟ شو بيزرع؟ حدا بيزرع زبيب؟ ايه انا باكل زبيب. زبيب بياكلوه؟ ايه بيزرعوه؟ ايه بس منين بتقى بتقطفه؟ زبيب؟ ايه منين بينقطف الزبيب؟ بنقطف العريشة عنا. ما بيصير تقطفها على شرشف مثلا؟ ضروري عريشة؟ بنقطف العنب من العريشة. ايه بس كم ريشة بدك؟ ما هيدا السؤال. انه إذا شرشف بيسع لك شي مليون عنبة، بس الريشة شو كل؟ بدل العنقود مثل ما هو. طيب شو الفرق بين للشدة؟ شو الفرق بين خل العنب وخل العطعوط؟
وين هالعطعوط؟ لا ما بتعرف العطعوط؟ مثل الوبق يعني بس غير طعمه. العطعوط طاير طاير بيطير. لا العطعوط مثل الوبق. مرة شاب رفيقي جاب عطعوط حاطه بقلب كرتونة. صرت قل له شو هيدا؟ يقول لي عطعوط. قل له طب فرجيني كيف شكله. أنا ما بعرف. قال لي لك عطعوط صغير. إيه ده معطعط هيدا الزلمة. لا عجد كان جايب عطعوط ومعطعط. مهم أي اللي عطعوط صغير وما كان يفرجيني عليه. هلا بعد شهرين كيف بدي فرجيك عليه؟ لا عجد بعد شهرين رحت فتحت العلبة أنا طلع عطعوط هالقد. إيه. إنه ما طلع صغير. مطار؟ ليه بيطير العطعوط؟ إيه كيف لك؟ ما هو اسمه عطعوط. ليه العطعوط شو؟ عطعوط طاير بيطير. إيه وين بيعط؟ وين بيعط؟ بيعط؟ بيعطعط. لا ما قلت لي بيطير إذا طار ما بيرجع بيعط؟ بيطير وبيروح. إيه وما بيعط؟ إذا شاف له صياد بتصيده. أنا باكله عطعيط. ولكال قد ما بدك. العطعيط بتروح وبتجي ما بس ما في حدا يطالع. خلصنا من العطعيط. عطعت دماغنا من المطاطيط. طيب عطيط عطعيط العافة. يا هلا. كم دوما رفيبي بكفاية؟ هالسؤال وأسئلة عديدة عم تشغله باله لميشيل وما عم بتخليه ينام قد ما عم بفكر تيلاقي له جواب. فتجول بشوارع بكفاية تيسأل هالكم سؤال. أوقات بيقولوا مثلاً الدنيا عم بتشتي والطقس ما منيح وما في ولا دومري على الطريق. حضرتك بتعرف شي دومري؟ في دومري؟ لا. شو هالسؤال العجيب الغريب يعني؟ دومري يعني ما في إنسان على الطريق؟ ما بتعرفي ولا دومري حضرتك؟ لا لا ما بعرف شو الدومري. شو الدومري يعني؟ أنا بقول يمكن يكون من زمان يعني هي شي خبرية دومري يكون دل شي شخص على الطريق يعني. فإذا ما في دومري يعني ما في حدا لأنه هذا الشخص اللي اسمه دومري بدل يتجول على الطريق. في كتير دومري. إيه أكيد. طب كيف بيبقى شكله الدومري؟ نورمان تومنو. كيف يعني؟ مثلي أنا. إنسان عادي يكون قصير شعر طويل وكله شعر. هيك يعني بخوف الدومري؟ هيك هيقطل. شي حدا هيك قصير ومبروم وشي 200 كيلو بدك تقول. أنا دومري. أنت دومري. هو دومري دومري كلنا دومري. طيارة فيها زمور؟ فيها زمور؟ ليش في كوافق؟ لا فريمون بيزار شو سؤاليته. لشو الزمور بقى لك تعرقل سير بالجو؟ بلكي طلعت طيارة قباله مثلا وما بدي أعرف لأنه شيء هلأ بالتكنولوجيا اللي موجودة وبالكل التقنيات بقى الطيارة لها زمور. إيه؟ شو هو هذا اللي كانوا يبيعوا كاز من زمان الطنبور؟ شو مرة تعضطي مع حدا؟ يعني هاي الكلمة كمان غريبة علي. شو بك عم تجيب الكلمات الغرب يعني اللي ما مش كل الناس بتحكيها. طيب حدا شي مرة تعاضد معك تنقول هيك نقلب السؤال؟ لا 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 شو؟ طيب برأيك مدام إذا حدا نعم. تعاضد مع التاني نعم. بيعلم التعاضد فيه أو لا؟ بعضه يعني شو؟ أنا مرة بالبيت علقت معي القصة. فتحت البراد ضوى الضوء طبعا البراد. سكرت البراد. شو بيصير؟ أكيد بيطفي مسيو ولو لأنه في بس تفتح الباب في في كبسة عمرها ما ترجع تكون منزوعة. ايه يعني عم بضل شو السؤال السخيف هودي؟ ما دام ليه سخيف؟ أكثر من سخيف. تضمني إنه وقت تسكر البراد عم يطفي الضوء بقلبه؟ مش مشكلتك هي مش مشكلتي يعني سؤالاتك عجيبين غريبين. طيب ممكن إنه مثلا نفضي البراد من كل شيء ونشيل الرفوف ونقعد بقلبه؟ هي شغلتك. وحدا بيسكر إذا إنك مشوب اقعد وسكر الباب وارتاح جوا. بليز مسيو. خلاص؟ خلاص ايه شو هالسؤالات هو؟ أو سؤالات الكاميرا الخفية كمان. عالطريق لقينا مكانس معروضين للبيع فقرر ميشيل يوقف ويلعب شوي فاستعار كم مكنسة تيكنس الطريق ويتصور هو عم بيقوم بهالمهمة البيئية العظيمة ويشوف حاله قدام أصحابه على فيسبوك. بدك تبلش مع مرحبا شو نبلش هون هيك؟ ولكن أصحاب المحل شو رأيهم بالموضوع؟ معلي شي ربع ساعة بس برجع برد لك هني. كيف بطل فيكم عم تشتغل فين مع بعض؟ ربع ساعة وبرد لك هني. فين شو؟ مشان فيسبوك بس لأنه نحن بس كرمال فيسبوك
يعني ان جي اف اذا بدأ. فيسبوك وان جي اف ليه عذرك معك يلا اعطيني ايه منيحه هاي الصوره اصبر بس الاسود ايه بس اصحاب المحل مش راضيين على الساحه طنط رجعين الفيسبوك طب حضرتك ضد البيئه ايه ضد البيئه انا بشرب دخان وبكبونها بتشرب دخان وتكب الطريق إيه؟ وضد البيئه إيه؟ طب اعطينا نحن نكنس لك دخاناتك خلاص خيي شو خلاص حبيبي ليه خلاص حبيبي فحقه قد ايه حق الوحده تشخدهم تستعملهم كيف بدنا نبيعهم بدي اخذ وحده نحن كيف بدنا نبيعهم اخذت اربعه وبعدك عم تمد ايدك وتاخذ نحن كيف بنبيعهم رديهم على الشركه يا عمي ما تنسمي شو يا عمي لحظه شوي انت قد ايه حق الوحده عن جد بدي اشتري وحده خيي قد ايه اللي قد ايه حقها كل وحده حقها هي هي قد ايه فرجيني 12 شو 12 الف في عندك ب 10 لبناني حقها صح طب اياها للفيسبوك احلى اياها هل وجهك بتلبق له الوجه طب امي عمي هل وجهك بتلبق هل تلبق مع البرنيطه تحطها شوية لابقه على البرنيطه نفس اللون ايه هي قد ايه قلت لي 12 وهي 12 وهي اربعه لا هي وحده ايه في اربعه عندك منها قد ايه الاربعه بكره شو عم تنسمي انت؟ قد ايه الاربعه؟ قد ايه حق هيدي؟ ها 34 ايش؟ وهيدي بتنكسر؟ ليك يا عندي رؤية ما انكسرت وهيك بلشت حرب المكانس يلا اياها اقسى اياها امكن عصيتها لا لانه بدنا نتصور عم مشان بدنا ناخذهم على الفيسبوك بدي احطهم على الفيسبوك انه عم نقوم بحمله بيئه البيئه بيئه المجتمع يعني فبدنا ننظف شوي كذا الشاب ما بده يخلينا نظف اعمل بدك إيه؟ اوكي شكرا من الاول معركه المكانس كملت بس هالمره على الخفيف بس اخر واحد يعني وبين مكنسي ومكنسي ميشيل شكله استسلم خليني امسك المكس ليش تمسك يا ابني طب ما تعال الا الا باي للكاميرا هون ميشيل فات على الدكان يشتري كم غرض بس ما معه يدفع كاش معه بون بقيمة 50,000 ليرة ورقة نحن طبعناها فهيك ميشيل بوفر على جيبته شوي فريق طلعت فيك فات على الدكان وجهز حاله هي 50,000 صح؟ لا مش عندي قد ايه طلعوا هول؟ 19.5 يعني قد ايه بعد لازم اخذ؟ لا مش من عندي هيدا كيف مش من عندك؟ ما قالوا لي بيجي لهون على السفارة مش انتوا عاطيين اياهم بالمدرسة؟ عرفنا انه الدكانجي اسمه سمعان يه. فقررنا نتسأل عليه الو وعلى اسمه ايه جاد كيفك؟ تمام ماشي الحال صبي؟ شو سميت؟ سمعان؟ ليه سميت سمعان؟ انه ملقى ابشع يعني ما بفهم اسم كتير قديم ما ايه اسم قديم ما بقى حدا يسمى سمعان باي طب هلا شو بعمل فيها هيدي شو بقول لهم؟ رجع ايه؟ رجع شو بقول لهم منا ماشي يعني؟ لا ليه هن ما اجوا اخذوا من عندك قسائم؟ لا بيبقى بدي منك قد ايه؟ 30,000 ما هيك؟ 19 قلت لي وشي بيبقى بدي 30,000 وشي ما هيك؟ برجع باخذ فيهم بعدين كلهم انه ما بدي اول شيء الاسم مش اسمي ومن خلص لا هن قالوا لي مغلبطين بالطبق لا لا قالوا لي اجي لا لا ترجيب 100,000 من هنا وين هنا؟ ايه؟ لا لا لحظة لحظة لا لا لحظة لا لا عن جد انا كنت انا كنت بالكارمس انا كنت بالكارمس لا 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 هن اعطيوني هن لا لا عن جد لا لا بليز الله بيرد عنك لا شو لا ولا انا دافع حق 5,000 العصيمه وقت اشتركت لا 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 بليز مو معروف شو معقوله يعني هي بيجي هو تبع الكشافه اللي عندك لكان لا عن جد واعد الاولاد فين مو معروف لا لا شو لا
قولي صبرنا قولي صبرنا لك اعطيني عن جد اعطيني هني هلا انا خليهم تبع الكارمس سمعان حس انه هالشي ممكن يكون ضرب، بس ميشيل ما قعد عاقل وصار عم يتدخل بمشتريات المدام. ده هاي معكروني مدام؟ ايه دايما بتاخذيها معكروني؟ دايما باخذها معكروني. شو بدك؟ لا في اوقات في منهم بياخذوها كروني على الحلبه مش معكروني. لا انا باخذها كروني. بس انت اختيها معكروني. ما كانها كانها روني. لا ايه بعطيني. انت ما بتخاف يزعل روني؟ بيزعل عمي بالوضيف. لا لانه هو لروني ما تبقى تاخذيها. طيب يا حبيبي انا اخذتها شو لك معك؟ اعطيني شو اسمه؟ مكتوب عليها معك روني. لك تبع الهاله كمان معجون حلاقه ماما ما عرفت كمان ما عطاكي لك اعطيني يخرب ذوقك بغشه اهلي بها شوي هيك تجي العشره تعالي يا مدام في كاميرا ما لازم تحكي على العالم يلا وين معجون هالدكانين حد بعضن واتنيناتهم عندن خضرة. بهالضرب ميشيل قرر يشتري من الأول ويدفع عند التاني ويدبروا راسهم بين بعضن. خضرة الخضرة هون في خضرة هاي روكا بدك روكات وموحدة دو هاو تناين دو بادونيس يلا في رشاد بدك رشاد كتير طيب رشاد وي جو سي وي سي مون امي رشاد تي كوني رشاد سا سي رشاد اه فريمون فاش بدك وي دو اوكي نو 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 نانا جو لام با نانا نانا. ومن بعد ما تبضع من اول دكان انتقل ميشيل عند الثاني. كيس سيل تو بلي ان ساك وي مي جو فو ان ساك سيل تو بلي وي تاسي دي بازيلا سوني دي بازيلا نو نو Non, ça. Non, c'est pas bon ça. حمل اغراضه ومشي وبلشت الاعتراضات. ليش زعلان؟ دفعت له دفعت له هوني. انا وحدي. لا دفعت له لنعم. ما دخل شو دخلني انا؟ دفعت له ل... ايه بس انا دفعت له له. وانا ما دخلش معه. صغير انت؟ انا دفعت هونيك. دفعت حق البصر. ايه لا حق ال هوني انا عمي. ايه بس انا دفعت. يا مين دفعت؟ روح لوين؟ دفعت هونيك. مش قله هو وحكي دفعت له اكيد اه سوري شو هذا الطنبله ربحت انا شينا بالشارع خلينا هاي ربحتها بالطنبله انا في ادفع فيها قلبي بعدك مصر تدفع بورقه الطنبله هي 50000 ليره لبنانيه يعني انا دفعت لك ما تخش عندك اي لك هدي ليه عملت لي اصبعي هيك حطه ما تعرف عشان اضربك اعطيني البون اخذت لي مصرياتي هدي البون قدي حقهم هول قدي حقهم هودي هو قدي حقهم هدي البون 6000 اعطيني البون هذا معلم هذا البون شو قدي هيدا شوف لي مول معروف مش 50000 مش وين عندك صفر من قتله شو بدي اعمل هيك ما دفعت لك مين هيدا انا عندك ساعه هلا شو كم مرة بدي ادفعهم؟ هدي خيي ما بدي هن بقى قول له في اياهم لا مش كلهم اخذ بصل من عنده روق ما شو بتدفع؟ ما دفعت شيء يا
بدك بالبصل. هاو شو هاو؟ 6000. اعطيني 6000. اعطيني 6000 خيي. لانه ما عم ياخذ مني 50000، اعطيني 6000 وانا بدفع لك هلا. وين 50000؟ ما بدي ادفع، اخذ اغراض من عندك. وين 50000؟ ما بدك تدفع له 6000؟ طب اعطيني 10. معك 10؟ اعطيني 10000 خيي ثانية، اعطيني. شو بدي اكل لك هي؟ رح ادفع له حقهم، بس بدي اخلص من هونيك. هي اعطيني اعمل معه خيي. انا بشافك لك تتقلك. انا مهبول خلقه، انا مهبول خلقه. ليك كيف عم بتقول عنه هيك؟ انا مهبول. انا ايه كيف عم بتقلي عنه هيك؟ كيف عم تقول عنه هيك؟ سمعت؟ سمعت؟ انا ما حكيت شيء. هيك هيك بتحكي عنه جارك؟ ليش عم تعمل مشاكل؟ مش عم بعمل مشاكل عمي. تخيل روح يا اخي، روح يا اخي. انا جبت سيرته. روح خي، انا قوصت على حدا؟ لا روح قوصت على حدا؟ طيب يلا روح. طب اعطيني ال 10000. هي 10000. بكره 10000 اللي بدنا ناخذ اغراض عند الزلمه. روح ايه؟ خذ من هون. طب لحظه، معك 10000؟ لا يا اخي. طب بدك 6000 حق هاو يعني؟ طب كيف بدي اعطيك اذا ما اعطيتني 10؟ اهم شيء انا كيف بدي ادفع له اذا ما اخذت الاغراض؟ برد لك 1000. بليلى روح اقول لي بقى خلص يا عمو. خلص قلت ليلى تكيلهم. طب اعطيني هن وخذ 6000 من الكاميرا الخفيه. يحفل من هون يا عمي. شفت الكاميرا وين؟ شفت الكاميرا الثانيه بالفان هون؟ بس الا باي للكاميرا هون. هون هون هون. C'est fantastique. Man, j'ai voilà dick. Hey, dit finge ou darbe pinke. Tolait fike ou tolait fike. Tolait fike. Ja, haram! The light finger. Ach, ja, haram! The light finger.